أن هذا الخميس هو الموعد الذي يجب أن تقدم فيه الكابينة الوزارية كمرحلة أولى لعملية الإصلاح. الجلسة النيابية يوم الخميس المقبل تنتظر التعديل الوزاري المزمع طرحه من قبل حيدر العبادي. معطيات الانفراج تنكشف قليلا في انتظار الانفتاح التدريجي لجمود العطاءات السياسية. الكل يترقب ملامح التغيير التي قد تجلب شخصيات جديدة على هرم الوزارات يعتمد عليها في إدارة الملفات الأمنية والخدمية والاقتصادية وغيرها للخروج من عمق التقاطعات والاختلافات إلى وفاق كلي لإنتاج فريق أجريت عليه تعديلات بتوافق سياسي متكامل. احنا ننتظر يوم الخميس إن شاء الله حتى تكون فعلاً قيادة حكيمة وشجاعة كبيرة من قبل رئيس الوزراء أن يخرج بحزمة الإصلاحات وبنفس الوقت يعطي هذه الكابينة الوزارية للبرلمان حتى تضع في خانة البرلمان. تتفق الكتل السياسية جميعها على ضرورات الإنجاز السريع للمبتغيات الإصلاحية. المراقبون للشأن السياسي يعتمدون على اللقاءات الجارية بين قادة الكتل لإكمال الطبخة السياسية وأرسال أسماء المرشحين إلى أعضاء السلطة التشريعية المكلفين بالتصويت على المستحدثين، وبالتالي إنهاء هذا الملف الذي عانى من تعقيدات كبيرة. ربما تنبثق من داخل التحالف الوطني كتلة برلمانية تتفق مع بقية الكتل السياسية الأخرى، ائتلاف القوى العراقية، تحالف كردستاني، تشكيل حكومة أغلبية سياسية، وهذا أيضا سيناريو بدأ يلوح بالأفق من خلال دعوة بعض الأطراف في داخل التحالف الوطني لإعادة هيكلة وتشكيل الائتلاف الوطني العراقي. إيديولوجية التصحيح وإيديولوجية الفساد، الفساد هو نتيجة الجهل، وجود وزير جاهل بأمور الوزارة مالته، وليكن مهندس وليكن طبيب لكن ليس لديه خبرة. ليس المهم أن يكون طبيب، المهم أن يكون قد عمل كمدير مستشفى ونجح في هذا العمل. وتتخوف جهات سياسية وشعبية من ولادة تكنوقراطية مشوهة اندفع بالمباحثات نحو الانتهاء بعجالة، فالتعديلات الجارية يعتمد عليها كثيرا في اختيار شخصيات كفوءة تشغل المناصب الوزارية التي شملت بالتعديل. صباح حكيم، قناة بلادي، بغداد.